مكملين معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحية لليوم، وهلا وصلنا لفقرتنا الطبية لنسلط الضوء على موضوع التوعية بسرطان البروستات، طبعا تزامنا مع الحملة العالمية في شهر تشرين الثاني. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، أسبابه وأعراضه وأيضا طرق الكشف والعلاجات، ومن هنن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. لنحكي أكثر عن هاي الأمور معنا الدكتور ذو الفقار عجيب، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك دكتور. أهلا، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح جميع المشاهدين على قناة الإخبارية. أهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا لليوم. اليوم عم نحكي أيضا عن حملة توعية بشهر نوفمبر. نحن كنا بشهر العاشر كنا بالسرطان الثدي، وكنا عم نحكي عن أهمية الكشف المبكر والتوعية. اليوم أيضا نحن أمام كمان مشكلة مرضية كتير صعبة، خلينا نقول مثل ما كنا عم نحكي، هو الكشف المبكر دائما عم بيكون أساس نجاح بالعلاج. خلينا بداية نعرف بغدة البروستات وظائفها، وإمتى اليوم المفروض الشخص أو الشاب يروح للكشف المبكر. تمام، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. بالبداية بس إذا بتسمحوا لي، أنا حابب أتشكر الإخبارية السورية على تسليط الضوء على موضوع التوعية لسرطان البروستات، لأن هو نوعا ما يعتبر مظلوم مقارنة مع سرطان الثدي، الحملة التوعية اللي كانت بالشهر الماضي، فأكيد بشكركم على اللفتة. واجبنا. أهلا وسهلا دكتور. تسلمي. غدة البروستات بالبداية هي غدة الرجال فقط، يعني كمان في كتير مرضى بيسألوني إنه دكتور هي موجودة عند السيدات؟ لا، هي ما أنا موجودة عند السيدات، هي غدة للذكور فقط. غدة البروستات هي غدة صغيرة الحجم نسبيا، يعني 3 سنتي عرضها وطولها 4 سنتي. وزن الغدة بيطلع كله حوالي 20 ل 25 جرام، موقعها تقع تحت المثانة مباشرة. هلأ بتكمن أهمية غدة البروستات عند الرجال بأنه هي مسؤولة عن موضوع الخصوبة، مسؤولة عن موضوع الإنجاب، بحكم أنه السائل المنوي عنا نحن بيتكون من عنصرين أساسيين، هنون النطاف والبلازما المنوية. النطاف بتأتي من الخصية، بينما البلازما المنوية 30% منها بتجي من موضوع البروستات، وبالتالي هي كتير إلى دور بموضوع الإنجاب والخصوبة. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها عن وظيفة البروستات، انه هي بتفرز بروتين سكري اسمه البي اس اي، طبعا رح نحكي عنه لاحقا بموضوع سرطان البروستات، ولكن كمان وظيفته انه هو بيقوم بيسهل حركة النطاف من اجل الخصوبة والانجاب، هي كمان نقطة كثير مهمة من وظائف البروستات. الوظيفة الثالثة لغدة البروستات انه المجرى البول او الاحليل عند الرجال، القسم الخلفي منه يمر عبر هي الغدة، وهو يسمى نسبة للغدة فهو سمي بالاحليل تحليل البروستاتي، فكتير مهمة موضوع سرطان يعني غدة البروستات، إلى كتير وظائف وأهمية. تمام دكتور، خلينا نحكي اليوم عن سرطان البروستات بالأرقام، عوامل تمام. الخطورة والإصابة بهذا المرض. تمام، سرطان البروستات يعتبر هو أشيع سرطانات الجهاز البولي عند الرجال، هو ثاني أشيع سرطان من سرطانات الجسم عند الرجال بعد سرطان الرئة، كمان هو من السرطانات المميتة، تعتبر هو أيضا ثاني سرطان عند الرجال مميت بعد سرطان الرئة. ذروة الإصابة بسرطان البروستات بتكون تقريبا بين 50 ل 60 سنة، نادرا ما نشوف ذكور أو رجال تحت 40 سنة مصابين بسرطان البروستات. فمن هون تمت يعني التوعية عن الموضوع، لأنه دائما نحن بنعرف أنه سرطان البروستات هو سرطان بطيء التقدم، يعني سيره السريري منقول ما نو سريع، وبالتالي نحن دائما إذا اكتشف بالبداية بيكون هو أفضل، فمن هون إجت موضوع حملة الكشف الباكر عن سرطان البروستات. ويمكن هاي النقطة المهمة، وخاصة وقت نقول نحن سرطان، نحن عم نحكي عن مرض صامت. تمام. يعني هذا المرض أحيانا في أشخاص كتير للأسف تم كشف المرض عندهم عن طريق الصدفة. تمام. يعني راحوا ليشيكوا على موضوع تاني اكتشفوا أنه هنون بمراحل متقدمة. اليوم هل خلينا نقول أنه في أعراض بموضوع البروستات؟ نحن بالثدي يعني تعرفنا ايضا انه كمان هو صامت وما يعني ما بيعطي هذه الاشاره، هل ايضا سرطان البروستات نفس الاعراض في اعراض له او لا؟ كمان هو تحت عنوان الصامت. تمام، اعراض السرطان اكيد رح احكي عليها، بس اذا بتسمحي حضرتك فضل. ممكن ننوه للفئه الاكثر معرضه للخطوره اكثر، يعني او عوامل الخطوره الاكثر هي اصابه بسرطان البروستات، يعني مين كل المرضى هدول معرضين؟ اكيد في عندنا ناس اكثر من ناس. هلا عوامل الخطوره تقسم لقسمين اساسيين، هن عوامل خطوره مؤكده
وعوامل خطورة محتملة. عوامل الخطورة المؤكدة هي الدراسات جميعها أثبتت أنه في علاقة وثيقة بين هاي العوامل وبين سرطان البروستات. بالدرجة الأولى هو العمر والتقدم بالعمر، مثل ما حكينا الرجال فوق 50 سنة كل ما كبروا أكثر كل ما كانوا معرضين أكثر للإصابة. الناحية الثانية هي القصة العائلية بسرطان البروستات، طبعا في عامل مورثي بالموضوع، بيتوضع مورثة السرطان على الصبغ الأول. إذا كان عندنا فرد واحد بالعيلة مصاب فاحتمالية إصابة الأخ مثلا توصل للضعف، إذا كان في شخصين مصابين بسرطان البروستات احتمال إصابة الفرد الثالث توصل ل 11 ضعف، وبالتالي في قصة عائلية أكيد بسرطان البروستات. العامل الخطورة الثالث هو العرق مثل ما بنسميه أو المناطق الجغرافية. لاحظوا بأنه الزنوج والأفارقة اللي بيتوضعوا بشمال إفريقيا هنون بيكونوا معرضين أكثر للإصابة من الأشخاص ذوي البشرة البيضاء. عوامل الخطورة اللي خلينا نقول يعني ما أنا مؤكدة 100%، في دراسات لاحظت علاقة بينه وبينه في دراسات لا، اللي هي الحمية الغذائية عالية الدسم. تمام، يعني الأشخاص اللي بيأكلوا ممكن بالأسبوع ما يقول أو أكثر شيء 5 ل6 مرات لحوم حمراء، فنحن من قلن هون علامة خطر تعتبر، لازم ينتبهوا لأنه الحمية عالية الكالوريز واللحوم والبروتين فهي بتعرض أكثر للإصابة بسرطان البروستات. العامل الأخير هو محتمل الإصابة فيه اللي بيتعرضوا لالتهابات بولية متكررة أو التهاب بروستات متكرر أو المزمن بنسميه، والخراجات اللي بتصير بالبروستات، فأكيد هدول الأشخاص هون عرضة أكثر للإصابة بسرطان البروستات. من هون مننبه الكل أنه أي شكاية بولية خاصة عند الرجال، حرقة بالبول أو سوابق عنده التهاب بروستات، يجب مراجعة طبيب الجراحة البولية فورا من أجل تحري موضوع سرطان البروستات. لكن اليوم فينا نقول دكتور ما في سبب محدد أو سبب أساسي يعني أنه توصل له لحتى أنه هو سبب أساسي للإصابة. للأمانة آخر الدراسات والجايدلاينز العالمية ما حددوا السبب المباشر، إنما هي العوامل اللي لاحظوا علاقتها الوثيقة بسرطان البروستات. أكيد. طيب دكتور اليوم كيف بيتم الكشف إذا في موجود السرطان أو لا؟ هل الإيكو يعني نحن بنعرف العادة سرطان عادي كيف يتم تدي عن المامو عن الإيكو عن الفحص باليد؟ اليوم البروستات اليوم شو أساليب التشخيص؟ أساليب التشخيص للأمانة هي متوفرة كلها ويعني موجوده متاحه. نحن كيف شو يعني نحن واجبنا ننوه المريض انه انت اذا صار معك هيك لازم تراجعنا مباشره منشان اساليب الكشف. مثل ما كنتي عم تحكي حضرتك موضوع الاعراض، يعني سرطان البروستات للاسف هو سرطان يعني لا عرضي بالدرجه صح. الاساسيه هو سرطان لا عرضي، سرطان صامت ما كثير عنده يعني ما كتير في هاي الأعراض بتكون بالمراحل الأولى. لهيك في مقولة جدا بتقول إنه مرضى سرطان البروستات بيموتوا مع السرطان وليس بسبب السرطان نظرا للأعراض المتأخرة اللي ممكن تجي. الطبيب الشرعي هو اللي بيكتشف إنه طبعا هنن لاحظوا أكيد هاي الفكرة إنه لاحظوا هنن بتشريح الجثث بأوروبا، لاحظوا إنه أكثر من حوالي 85% من الجثث كان عندهم سرطان البروستات وهو غير مكتشف بالحقيقة كان بالحياة. هلا الأعراض اللي لازم المريض أول ما حس فيها أو صارت معه راجعنا فورا من اجل التشخيص. في عندنا اعراض بنسميها اعراض بوليه بالخاصه، يعني المريض اللي بيجي عنده صعوبه بالتبول، البول عنده بيقول لك المريض انا عم بقطش البول معي ما نوع عم يطلع بقوه، عم بضغط كثير على حالي لحتى يطلع البول معي. هي كلياتها مشعرات انه لازم تراجع طبيب البوليه لحتى نتحرى وجود مو شرط سرطان البروستات، قد يكون ضخامه اليوم تشابه قد يكون ضخامه حميده بالبروستات، ولكن هي مشعرات لحتى تخليه يراجع. بالاضافه للدم بالبول، الدم بالبول هو علامة جدا مهمة لحتى يراجع المريض طبيب الجراحة البولية للكشف عن سرطان البروستات، أو حتى مو شرط دم البول، دم بالسائل المنوي كمان بيراجعونا رجال فوق 50 سنة بيقول لك أنا عندي دم بالسائل المنوي، فعلى أشياء أسبابه بالأعمار المتقدمة سرطان البروستات. بالنسبة للتشخيص أو الوسائل المتاحة، أكيد عندنا وسائل جدا للكشف الباكر للتشخيص. بداية بالفحص السريري للطبيب اللي هو بيقوم على المس الشرجي لغدة البروستات، ثانيا هو الإيكو عبر الشرج لغدة البروستات، والإجراء الثالث للتشخيص هو معايرة بروتين البي اس اي بالدم، هو سحب دم بسيط جدا من خلاله نحن بنكشف البي اس اي. إذا بدنا نبلش بأول شيء هي الفحص السريري للمريض بنسميه المس الشرجي أو الديجيتال ريكتال اكزامينيشن، هو من خلاله بنتحرى إذا في قساوة بغدة البروستات،
اذا في عقد مجسوسه بغده البروستات ولا لا. البروستات الطبيعيه عند الرجل بتكون طريه القوام، باليد الفاحص بيعرف انه هي ملمسه طبيعي مطاطيه، ما في اي قساوه مجسوسه اثناء الجس، وتكون غير مؤلمه اصلا كمان للمريض. بينما غده البروستات المصابه بالسرطان اثناء الفحص بنلاحظ في قساوه، بنلاحظ في عقد مجسوسه، بنلاحظ ممكن المريض ما انه مرتاح اثناء المس الشرجي، واحيانا بيطلع دم على يد الفاحص، فهي بتوجه لسرطان، قد يكون سرطان البروستات. طب خلينا نحكي شوي عن مراحل العلاج، يعني بداية من المراحل الأولى بعد ما تم التشخيص واكتشاف هذا المرض، من المراحل الأولى لحتى المراحل المتقدمة. تمام. طرق العلاج بصراحة هي طرق متعددة ومتنوعة، وبتدخل فيها عدة عوامل هي اللي بتحدد علينا نوع الخيار العلاجي بالمشاركة مع أطباء الأورام. أكيد العوامل اللي بتتدخل بهذا الموضوع هو درجة الورم، الجريدينج والستيجينج بنسميه، الورم لوين واصل، هل هو لسه بالمراحل الأولية بغدة البروستات فقط، أم هو انتقل لخارج غدة البروستات، أو بما يسمى الأخير هو السرطان المنتشر بالجسم وأشياء نقائله بتكون للعمود الفقري. فالعلاج بيتحدد بهالنقطة، درجة الورم. النقطة الثانية بيتحدد بالعمر المتوقع للمريض كمان، يعني أنا إذا شخصت سرطان البروستات لرجل مصاب أو عمره 60 سنة بصراحة رح يكون طرق العلاج غير لشخص عمره 80 أو 90 سنة، لأنه العمر المتبقي نحن بناخده أكثر أو أقل من 10 سنوات. كمان بيلعب دور تحديد نوع العلاج هو عمر المريض أثناء تشخيص السرطان البروستات. هلأ طرق العلاج مختلفة، بتبلش بالاستئصال الجراحي لغدة البروستات، الاستئصال الكامل أو منسمي الجزمي لغدة البروستات. طبعا هاي الخيار العلاجي فقط بالمراحل الأولية إذا كان السرطان فقط محصور ضمن غدة البروستات. إذا الورم انتقل خارج غدة البروستات ممكن نحن نفوت بالعلاج الشعاعي لمنطقة الحوض، أكيد بالمشاركة مع أطباء الأورام والأشعة. والخيار العلاجي الأخير هو العلاجات الهرمونية أو ما يسمى بالضهي الجراحي أو الإخصاء الجراحي، الهدف منها هو قطع التستوستيرون عن غدة البروستات، لأنه هذا السرطان يعتمد بشكل أساسي على هرمون التستوستيرون بالجسم. طيب دكتور خلينا نصحح شوية معلومات من حضرتك اليوم. هل هذا السرطان هو قابل للانتشار بالجسم؟ احنا بنعرف انه اي سرطان بالجسم كان بالرئه امتد للكبد تعمم بالجسم. تمام. اليوم البروستات هل هو كمان مثل اي نوع اخر؟ طبعا للاسف يعني سرطان البروستات هو مثل اي سرطانات الجسم قابل للانتشار، بس برجع باكد على فكره هو سرطان شافي كليا في حال اكتشف باكرا، لانه سيره السريري بطيء، يعني قبل ما يعطي نقائل او انتشارات للجسم بيطول جدا لحتى يوصل لهي المرحله، وبالتالي نحن اذا اكتشفناه بشكل باكر وكان محصور ضمن غده البروستات فنحن قادرين على الشفاء. طبعا سيطره تامه. هلا الانتقالات البروستات في عندنا انتقالات بنسميها موضعيه، يعني الاعضاء اللي بتكون حول غده البروستات، المثانه ممكن المستقيم او الشرج من الخلف، لانه المستقيم خلف غده البروستات، ممكن تعطي انتشارات للحالبين للكليه، بيراجع المريض احيانا بقصور كلوي فاكتشفنا صدفه انه هو معه سرطان البروستات ومنتشر. النقطه المهمه الاخيره كمان بموضوع الانتقالات، انتقالاته العظميه بيعطي نقائل بشكل مباشر على العمود الفقري وبالاخص العمود الفقري القطني اسفل الظهر. بنشوف بعياداتنا كلياتنا اطباء الجراحه البوليه انه بيجي مريض 60 او 70 شكايته الاساسيه فقط بيقول انا عم يوجعني اسفل ظهري، ما عنده شكايات بولية. فنحن بالمسح الشعاعي ممكن ما يسمى بومضان العظام نشوف في مناطق بالعمود الفقري القطني مشبوهة، وبالتالي بنكتشف انه هو طلع عنده سرطان بمرحلة متقدمة. دي هذا الوجع يعني متشعب عند الرجال اليوم، ممكن يقول لك ديسك، ممكن يقول لك كيس شعر، ممكن يقول لك اي شيء ثاني ما حيخطر له اصلا انه يكون هو معرض للاصابة بسرطان البروستات. صحيح. لهيك نحن بنرجع من نوصي جميع الرجال تحديدا لفوق الخمسين او فوق الستين سنه اي الم قطني اسفل الظهر، نحن اكيد مو هدفنا نخوف المرضى ولكن هو للتوعيه اكثر، يفضل مراجعه طبيب البوليه. اكيد هلا طبيب العصبيه لما رح يطلب صوره للعمود الفقري رح يبين اذا في شيء معه مشبوه بالعمود القطني ولا لا. فاكيد الم اسفل الظهر عند الرجال فوق الخمسين سنه قد تكون علامه او مشعر انذاري لسرطان البروستات للاسف. تماما دكتور. يمكن احيانا في اشخاص بتصير
بصير عندهم أعراض أو التهاب، ممكن تتشابه الأعراض مع التهاب المسالك البولية. صحيح. ممكن يلجأوا لياخذوا أدوية لحالهم، أو بكتير بنحكيها دائما أنه نلجأ للصيدليات. صحيح. أنه أنا صار عندي هيك على طول هذا الدواء. قديش مهم اليوم نوعي، يمكن في أشخاص ما عندهم قدرة مادية أنه ليلجأوا لطبيب أو ليروحوا يشخصوا هاي الحالة، بياخذوا أدوية، لكن قديش هذا لما بيكون في سرطان ومو مكتشف قد ايه بيسبب خطورة على بعدين لما بيصير في خلط بالأدوية. طبعا أكيد الالتهابات عموما سواء البولية ولا غيرها والاستخدام العشوائي للصادات، هي دائما النصيحة اللي بينصحوا فيها جميع الأطباء. ما تستشيروا طبعا أكيد مع احترامنا لخبرة زملائنا الصيادلة، ولكن أكيد المشخص هو الطبيب بالدرجة الأولى. ومثل ما حكينا أنه الالتهابات البولية قد تكون عامل خطورة للإصابة بسرطان البروستات، لهيك كل إنتان بولي وبالأخص عند الرجال يجب مراجعة طبيب جراحة بولية لإجراء إيكو، كشف البروستات، أو على القليل المس الشرجي لنتحرك إذا في قساوات مشبوهة ولا لا. طيب دكتور، بس خلينا نركز على كم معلومة بخصوص الحملة. خلينا نحكي اليوم عن مراكز الكشف. اليوم بالشهر الماضي كنا عم نعلن أسماء مراكز كتير عبر الإخبارية السورية، الكشف المبكر عن سرطان الثدي. اليوم يمكن الوضع مختلف، يعني تمام. اليوم الرجال الشباب اللي حابين يروحوا لهذا الكشف وين ممكن يتوجهوا؟ تمام. هلا انا مثل ما حكيت بالبدايه بصراحه نحن مظلومين مقارنه بالسرطان الثدي عند السيدات. انت دائما الرجال مظلومين يعني. سرطان الثدي عند السيدات بصراحه تقام له حملات قويه وكبيره ومراكز كثير متخصصه. سرطان البروستات ما في للامانه مراكز حكوميه صريحه بيرتادوها المرضى عموما، ولكن المشافي الحكوميه اكيد، يعني نحن بمشافينا اكيد كان كل مريض يجينا. بذكر أنا السنة الماضية كنت بالمشفى، فكان كل مريض فوق 50 أو فوق 60 سنة، حتى لو جاي من باب التشيك أب على حاله، كنا نحن نطلب له BSA على القليل هرمون أو البروتين BSA بالدم، أبسط ما يمكن، أو المس الشرجي برجع بقول، أو حتى الإيكو قد يوجهنا لهذه القصص. مراكز متخصصة من قبل وزارة الصحة للأسف ما في بشكل صريح، أو قد تكون قليلة جدا جدا جدا. بس طب وين دوركم هون كأطباء اليوم لي يعني نشيل هذا الظلم عن أنفسكم؟ خلينا تمام من حالكم اليوم، ليه ما اشتغلتوا على حملات مراكز؟ ليه ما طلبتوا اليوم وزارة الصحة أن يكون لكم مراكز مجانية لكل الشباب اللي حابين أو الرجال اللي حابين يروحوا يعملوا هذا الكشف؟ هلا بصراحة مثل ما بيقولوا دائما إيد واحدة ما بتزقف، يعني دائما الصوت لازم يكون جماعي ولازم يكون كلياتنا. أنا بنطلق من نفسي بعيادتي، أنا يعني على وسائل التواصل خبرت الجميع سواء على الفيس أو الإنستغرام المتابعين أنه حملة كشف باكر، فأي مريض أنا بيراجعني بعياداتي الخاصة أكيد رح يكون ضمن الحملة، فهو مجاني كليا. يعني أكيد في أطباء كتار كمان عم بيقوموا بهذا الإجراء، وأنا بذكر السنة الماضية مشفى تشرين العسكري للأمانة أنا كنت فيه، فكان قايم بهي الحملة عيادتنا البولية كانت عم مخصصة فترة شهر نوفمبر تشرين الثاني للحملة الكشف، ولكن هذا الإجراء كان قد يكون يعني مشفى واحد اللي قام فيه وليس جميع المشافي أو المراكز. فأنا من هون من منبر الإخبارية السورية بطلب أكيد من وزارة الصحة وبوجه جميع المؤسسات الطبية أنه تحدد مراكز أو المراكز الصحية والمستوصفات لهذا الإجراء. أكيد إن شاء الله اليوم بيوصل صوتك يعني مشان هذا الظلم ما تضل تعاني موضوع الظلم. أكيد دكتور، بدنا نصائح منك سواء للكبار بالعمر، أنت ركزت بأكثر نقطة أنه الأشخاص كبار بالعمر أنه هن الأكثر عرضة. هل في أنه ممكن حالات ولا هي ممكن تكون حالات نادرة الشباب الصغار بالعمر ينصابوا فيه؟ وبدنا نصائح هيك عامة منك. تمام. هلأ نادرا هو إصابة الشباب الصغار، ولكن النصائح العامة دائما منقول نحن للكل سواء بالحمية الغذائية منبلش فيها مثل ما حكينا أنه دائما الحمية المعتدلة جدا سواء بالبروتينات بالسكريات بكل شيء، هي نصائح عامة. كل مريض أو ذكر ولا أنثى كان عنده بول مدمى دم بالبول فيجب مراجعة طبيب بولية أيضا. الرجال اللي عندهم قصة عائلية بهذا الموضوع، أبوه ولا أخوه أو ابن عمه، لازم يراجع هذا الموضوع بشكل يعني دوري للموضوع. والالتهابات البولية اللي حكينا عنها، أي إنتان بولي أيضا ما بيصير يتعالج بشكل عشوائي، يجب أنه فحصه من قبل طبيب أخصائي. إن شاء الله دكتور هيك صوتك اليوم يوصل. بس كنا هيك بنسأل، هل هذا المرض بعد الشفاء ممكن يرجع؟ احتمالية النكس قليلة جدا إذا تم كشفه باكرا واستئصال البروستات بشكل جذري، فهو شافي كليا.
الشباب بالنسبه لكثير بسيطه اللي ممكن انصابوا بهذا السرطان، هل ممكن يسبب العقم عندهم؟ اي طبعا اكيد. هلا هي موضوع سرطان البروستات للاسف من كونه في شراكه بال طبعا بموضوع الانجاب والخصوبه، اكيد البروستات هي مهمه لهذا الموضوع. في حال انصابوا بسرطان البروستات يعني راح يتعرضوا للاجراءات اللي هي ممكن التشعيع الحوضي او استئصال غده البروستات او ما يسمى بالضهي الجراحي، فاكيد راح ياثر للاسف على موضوع الخصوبه. ان شاء الله صوتك يوصل حكيم، وهيك نشوف مراكز مختصه اليوم بهيئه الحمله مجانيه تكون متاحه للجميع ضمن الظروف اللي عم نعيشها يعني. شكرا لحضورك اليوم، وهيك بتمنى لكم التوفيق بعملكم الانساني. شكرا لك دكتور، يعطيكم العافيه جميعا، وبنتمنى الصحه والسلامه للكل. يعطيك الف عافيه دكتور، واكيد بنتمنى السلامه للجميع. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافيه.